كوكب من العلماء من داخل الوطن وخارجه تنشط الدروس المحمدية بمساجد ولاية الأغواط خلال شهر رمضان. من تنشيط الخلافة العامة لزاوية التيجانية بعين ماضي بالتنسيق مع مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الأغواط. جئت بدعوة كريمة من سيدي الشيخ الشريف سيدي علي بن العربي التيجاني من شيخ الطريقة التيجانية بالعالم الإسلامي، مع مجموعة من وفود من 3 دول، مالي والسودان ونحن من مصر، لإلقاء الدروس المحمدية بمساجد الجزائر عامة وولاية الأغواط. تلقي هذه المجموعة من العلماء دروس ومحاضرات وجلسات علمية روحية تهدف إلى التوعية والإرشاد والدعوة إلى الله. وهذه الدروس ما هي إلا في تعليم صحيح الدين ووسطية الدين الإسلامي الذي يدعو إلى السماحة ولا يدعو إلى العنف، بل يدعو إلى نبذ العنف وترك التعصب. وتدعو هذه المداخلات إلى التسامح بين الناس وإصلاح ذات البين وقراءة القرآن الكريم بمشاركة علماء من السودان ومصر.